يلا يا حلوين، مستعدين؟ عندنا فيديو جديد من جولتنا في سوق الحد في الوكالة، والناس اللي بتشوفنا لأول مرة عايزة تروحي سوق الحد، انزلي محطة مسبير وأقرب محطة مترو بأي شكل هتيجي ازاي، المهم ان انت تركبي خط عدلي منصور وتنزلي محطة مسبيرو وتمشي زي ما مشينا كده لحد ما تلاقي على ايدك اليمين زاكي السماك، كملي في وشك على طول، ده لو انت رايحة معايا عند جراج الوكالة والحارة بتاعت سيد شعراوي اللي قبل جراج الوكالة على طول. احنا هنا قبل ما ندخل الجراج هنلف لفه كده في حاره سيد شعراوي. الناس اللي بتشوفني لاول مره ده الجزء الثالث من جولتنا في سوق الحد، روحي شوفي الجزئين الاولانيين عشان تعرفي احنا فين وما تطيش مني، تمام كده؟ الناس اللي بتتابعني برضو عارفين ان احنا هنا كده في الشارع ده داخلين كده على حاره سيد شعراوي اللي على نصيطه كبده الدريني على طول، واول فرشه قابلتنا الفرشه دي يا جماعه، الفرشه دي معاها شوزات زي ما انتم شايفين كده، كوتشيات الكوتشي ب 150 جنيه حريمي ورجالي، وفيهم حاجات حلوه جدا على فكره، وما شاء الله يعني الفرشه دي دايما موجوده هنا على نصيطه الحاره دي، اول حاره قبل جراج الوكاله يا جماعه، تمام؟ الحارة دي فيها فروشات كتيرة جدا جدا من المفروشات والشنط واللبس وكمان جهاز العرايس. عايزة اقول لكم في فرشة معاها حبة حاجات حلوة قوي جديد ومستعمل، بس بتكره التصوير موت، ما بترضاش تتصور ابدا، يعني لو حد خد من عندها لقطة كده تتخانق معاه وتقول له مسحها، تمام؟ بس حاجتها حلوة قوي، بس معرفش ليه بتكره التصوير، ما علينا. الفرشة دي دايما بيبقى معاها سويتشيرتات، ترنجات ولادي، لبس اطفال، معاها ميكس بين القديم والجديد. السويتشيرت اللي قدامنا ده كان معاها منه بتاع 3 4، الست اللي واقفه واخده منه 2 وواحده ثانيه واقفه، المهم انها بتبيعه ب 220 جنيه خامته تحفه، بس السعر المبدئي 220، هي طلعته بسعر اقل من كده. فوق الساعة على طول في فرشة شنط وشوزات مستعملة اللي هي بتبيع الميك اب والمانيكير والحاجات دي، الشنطة ب 30 35 على حسب حالتها يعني. الست دي معاها ادوات مطبخ ورفيع زي ما انتم شايفين كده، ومعاها ملامين كل الاشكال والالوان، ومن اول 10 جنيه البولات الصغيره ب 10، التدرج بقى في الاسعار 15 20 وهكذا، وجبنا الاسعار منها قبل كده كلها. بعد كده الست بتاعت المفروشات دي وبرده صورت لكم عندها مره قبل كده وجبنا رقم تليفونها، وما بتغيرش مكانها هنا يا جماعه، معاها مفروشات عرايس ومفروشات كتيره جدا. المفرش القطيفه ده قالت ب 1000 جنيه، ده مفرش قطيفه 3 قطع، ومعاها اطقم ملايات ومعاها بطاطين، البطانيه اللي كانت بتفردها البني اللي هتجيبها كمان شويه دي واحده لبني، هتفرد واحده بني كمان شويه كده، بتقول انها 10 كيلو وب 1100، تمام؟ طبعا انتوا عارفين ان دي اسعار مبدئيه وقابله طبعا للفصال، وربنا يرزق الجميع من فضله، تمام كده؟ تمام. هقف بس اوريكم البطانيه البني اللي قلت لكم عليها، وبعد كده نسيبها ونروح نشوف باقي الحاجات عشان خاطر عجبني لونها فقلت اوريها لكم. وزي ما قلت لكم هي بتقول انها 10 كيلو وب 1100، بس ما اعرفش الوزن بقى مظبوط او لا، مش عارف انتوا ايه بتعرفوا طبعا في الحاجات، بس شكلها حلو يعني، خامتها حلوه، وزي ما قلت لكم دي كانت متباعه، صاحبتها يعني هي اللي كانت بتفردها بتطبقها لها واخدها العروسه، مبروك عليها تتهنى بيها يا رب. وزي ما قلت لكم الاسعار دي قابله للنقاش يا جماعه. فوق وشها على طول، في وش الحاجه دي يعني على طول بتاعه المفروشات، هتلاقوا الست اللي هي معاها ادوات، مش ادوات، جهاز عرايس، اطقم بقى صيني نظيفه كده، اطقم جرانيت بيبقى معاها حلل ستلس واطقم تحفه، وبيبقى معاها حاجات فرز تاني، جريل من غير ايد، حله برضو فيها ديفو، وبيبقى معاها اطقم فرز اول عادي جدا، ولكن واطقم كاسات وحاجات حلوه قوي. فاللي عايزه حاجات شكلها مختلف هي هتلاقوها دايما واقفه في الحاره دي، وبتبقى موجوده كمان في سوق الخميس اللي في المطريه، بس زي ما قلت لكم ما بتحبش التصوير خالص وبتتخانق مع اللي بيصور. بعد كده مشيات الاطفال اللي انتم شايفينها دي قال عليها ب 150 جنيه اللي موجوده، لان طبعا بتبقى كل واحده بسعر وحسب حالتها. بعد كده هاخدكم افرجكم على حاجه، طبعا الفرش ده متكرر مالي الحاره اللي هو منتجات العنايه بالبشره والكريمات والحاجات دي، عايزه اقول لكم في كميات هنا بالعلب. صاحبتها ليها وجهه نظر حبيت اقولها لكم. هي هنا معاها منتجات طبية أصلية بالعلب بتاعتها زي ما انتوا شايفين، منتجات لشركات معروفة ومنتجات يعني مصرح بيها طبيا في الصيدليات، تمام؟ وبراندات معروفة. وجهة النظر هنا ان انتي تاخديها منتهية الصلاحية افضل ما تاخديها متعبية،
يعني زي ما هي بتقول كده للناس، انا قلت اقول لكم. يعني ده مثلا من انفينيتي عندها بقى شامبوهات وغسول وحاجات كتيره قوي، وكل البراندات اللي موجوده وسان بلوك وكله كله تمام، كلها براندات بالعلب بتاعتها يعني هي دي سليمه بس منتهى الصلاحيه تمام. فحبيت اعرفكم كمان الفرشه دي معاه صوصات وصوصات شوكولاته ومعاه حاجات ساقعه وكريم كراميل الاربعه ب10 جنيه الواحده ب2 جنيه ونص، ومعاه بيبسي الكبيره ب10 والصغيره ب5. بس احب اقول لكم ان كل ده برده منتهى الصلاحيه تمام. فخلي بالكم يعني ما تشتروا حاجه للاكل وللشرب بالذات، لازم لازم تتاكدوا من تاريخ الصلاحيه. عايزه اقول لكم ان هو هنا كان هيتخانق معايا علشان انا قعدت ابص على التاريخ والكلام ده، ف بس الحمد لله ربنا ستر وما يعني قال لي انت بتعملي ايه ومش عارفه، قلت له ببص على التاريخ بس ومشيت ماشي. فخلي بالكوا كويس قوي. لقيت هنا بقى ايه، لقيت بوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، ده بوتاجاز سطحي اهو، هوريكم وشه، ده ظهره، ادي وشه اهو، في شعلتين وعين صغيره كده. الست قالت ب500 جنيه، هو جديد خالص ب500 جنيه. بعد 5 ثواني كده وانا واقفه لقيت ناس شايلينه، فبقول لهم خدته بكام، قالوا لي ب300. كمان الحوض الستانلس ستيل اللي واقف وراه ده قالت لي ب400، طبعا اكيد هيتباع ب200 عادي يعني. فانا بقول لكم ان في فصال جامد جدا، بس حلو البوتاجاز انه مشي ب300 جنيه تحفه. عايزه اقول لكم جامد جدا ما شاء الله، متين وعملي جدا، ما ياخدش مكان على الرخامه وشكرا. يعني لو حد مثلا ما عندوش بوتاجاز او عنده مكان تاني ما فيهوش بوتاجاز، هيبقى حاجه زي كده عمليه جدا وسعرها بسيط وجديد تمام. فواحدة ست وجوزها يعني اشتروه، مبروك عليهم، لما سألتهم قالوا ب300 جنيه. حاجة بقى لقيتها منتشرة في السوق المرة دي، وهي العلب الشوكولاتات، هي مش شوكولاتات، هي عارفين العلب البروتين بتاعت الناس بتوع الجيم اللي بتبقى في الصيدليات، اللي هي دي اهي كيتو بار ومش عارف ايه، دول هما دول. بس فيهم بقى ايه، 3 انواع كلهم ميكس على بعض متقلبين كده، ولكن في منتهي الصلاحية وفي لسه باقي له شهر اللي هو في 2023. انا هنا كنت بحاول اوريكم التاريخ، الكاميرا كانت مبكسله مش راضيه ابدا تجيبه، عماله احاول علشان خاطر تبقوا انتم متاكدين برضو وعارفين ان انا بقول ايه. يعني هي لحد ما ظهرت اللي هو اخرها 11/2023، واحنا في 10 اللي هو بكره 11، فاهمين؟ التصوير ده كان يوم الاحد، كان باقي يومين في شهر 10، ومعاها 2024 يعني لسه ما انتهتش، ومعاها منتهي تماما اللي هو انتهى في شهر 7 والكلام ده. بتبيع اللي هو 23 والمنتهي ب10 جنيه ب5 جنيه، واللي لسه قدامها شويه 2024 بتبيعها ب10 جنيه تمام. عليها زحمه جدا، عايزه اقول لكم ان انا وقفت كتير جدا عشان خاطر اخد لكم الكام لقطه دول عشان اوريكم. بصوا دي حاجات في منها منتهي زي ما قلت لكم ولا تمام، وبخمسة جنيه. واللي بتبص على هي بتبص على التاريخ قبل ما تبيع لك، بتبص على التاريخ اللي تلاقيها صالحه للاستعمال الادمي بتبيعها ب10 جنيه تمام. وزي ما قلت لكم كانت منتشره في السوق، وكمان كانت موجوده جوه في الجراج، في جراج الوكاله يعني، كان في برده ناس معاها منها، فحبيت برده اوريهم لكم. بعد كده يا حلوين، انا ليه بوريكم الحاجات دي الاول قبل ما اقول لكم بعد كده؟ بوريكم الحاجات دي عشان انبهكم ان انتوا لازم تبصوا على التاريخ، لان مهما كان شكل الحاجه كويس ومنظم وعلبتها نظيفه ومش مبهدله، انها ممكن تكون بقى لها سنه واتنين وتلاته مركونه، فلازم تخلي بالكم الحاجات دي كويس. انا كنت شايفه ناس من اللي واقفين بينقوا، هيكون شكلها حلو والتاريخ بتاعها ممسوح فتاخدها. لا ما ينفعش يا جماعه، دي حاجات بتتاكل وبتضر صحتكم، ودي حاجات ممكن كمان تاخدوها الاطفال، فما ينفعش خالص، لازم تتاكدوا من تاريخ الصلاحيه. برضو الكريم كراميل اللي انا فضلت واتخانقت مع الراجل صاحبه ده، كان منتهى الصلاحيه بقاله سنه وبيبيع الاربعه منه ب10، والكريم كراميل انتوا عارفين اقل علبه ب15 جنيه، فازاي يعني الاربعه ب10؟ والناس كانت بتاخد برضو وينقوا الاربعه المقفلين، العلبه النظيفه، العلبه السليمه. طب ما هو العلبه ما فيهاش مشكله يا جماعه، المشكله في المنتج نفسه اللي هو من جوه منتهى الصلاحيه وبايظ، وهتاخدوه تاكلوه الاطفال، فلازم تخلي بالكم الحاجات دي كويس. خرجت من الحاره بقى عشان نروح الجراج بقى عشان نشوف بقى الحاجات بقى. لقيت لكم الراجل ده معاه السبونشات بتاعت المواعين، اللي في الاول الفضي دي 3 ب5، والاتنين دول ب10، ودول فيهم شويه ستانلس، فيهم زي شويه سلك كده، ف حسيت ان هم بقى يعني ممكن يجرحوا طاسه، يجرحوا جريل، مش عارف ايه. وبرده في دول انا خدت من دول تمام. لا بصراحه تحفه، انا عايزه اقول لكم الثلاثه على بعض ب10 جنيه قمر، حلوين جدا.
تعالوا عشان ندخل الجراج والمدعكه هنا بقى يا جماعه، زحمه جدا، مع انه والله العظيم كل الجوله بتاعتنا دي خلصانه قبل الظهر ما ياذن، بس سبحانك يا رب بقى المدارس مصحصحه الناس كلها وكله نشيط ونازل. عايزه اقول لكم بقى حاجه هنا، انا عايزه اعرف حد مجرب المنظفات اللي هنا، يعني حد جرب الاوكسي ده مثلا؟ انا لقيت الكيس ده 2.5 كيلو ب75 جنيه، 2.5 كيلو اوتوماتيك ب75 جنيه. المشكله ان هو ريحته اوكسي، انا شميته، انا اصلا بستعمل اوكسي وشميته وريحته، بس خفت يعني معقوله 75 جنيه؟ معقوله فرق السعر ده؟ فلو حد جرب بالله عليكم قولوا لي، ماشي؟ انا اللي بسالكم فعلا، مش عارفه لاني بخاف جدا من المنتجات دي، لان في الاخر بتفتحي الكيس تلاقي حاجات غريبه، تلاقي حاجه كده زي التراب، لا بترغي ولا بتنظف ولا بتعمل اي حاجه، يا ما شربت من المقالب دي. فعايزه اتاكد منكم لو حد جربها هي فعلا منتجات اصليه ولا لا، قولوا لي بقى، ماشي؟ فرشه اللعب دي عليها لعب حلو قوي، في لعب كتير مستورده وفي لعب كتير سليمه، اسعارها غاليه سيكه بس حاجتها نظيفه وما بتفاصلش نهائي نهائي. اللي عايز يعرفها فين، عارفين ام يوسف بتاعه الادوات المنزليه والادوات المطبخ، واليومين دول معاها برفانات وكده، هي جنبها على طول، هي في وسط الجراج اول ما تدخلي في ظهر الراجل بتاع المواد الغذائيه على طول، تمام؟ الجراج في شارع نفسه يعني. الميكسر ده كانت بتقول عليه ب50 جنيه، يعني هو زي خلاط كده، لعبه بنوتات يعني، تمام؟ والله انا شايفه ان هو سعره حلو ب50 جنيه، بس يعني ايه اللي كانت واخداه استغلته. اللي قدامنا دي برضو ب50 جنيه، سعرها حلو. في كمان خوذ عجل حلوه قوي 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 ب50 للبنوتاتي والولادي، معاها شنط برضو دي، ماشي؟ وما بتحبش حد يفصل فيها ابدا، ماشي؟ برضو معلومة يعني. دي فرشة بقى ام يوسف، معاها منتجات العناية بالبشرة، اول مرة كنت اشوفها جايباها، زي مثلا ده. وهنا انا بأكد لكم على التواريخ يا جماعة، انا يعني مش عارفة ليه ما بلاقيش مثلا منتج تاريخ صلاحيته، او هيجي هنا ليه لو تاريخ صلاحيته شغال؟ هو سؤال غبي مني، بس يعني ايه، انا قلت اوريكم خلاص، تمام؟ وانتوا حرين. ما عرفش بقى هل الناس اللي بتاخدها هي بتبقى عارفه ان التاريخ منتهي، بس هل مثلا عادي انها تستعمل بعد ما تاريخها يكون منتهي؟ هل ما بيبقى لهاش تاثير؟ مش عارفه، ماشي؟ انا بوريكم خلاص، وانا فعلا والله العظيم ما عرفش هل واحد جرب حاجه زي كده، مثلا غسول زي ده او شامبو او اي حاجه صلاحيتها مثلا انتهت من شهر او حاجه، هل هتبقى عاديه مش وحشه مش مضره ولا لا؟ ما عرفش. بس بما ان في ناس بتجرب وفي ناس بتشتري قدامي، فلو حد منكم جرب يقول لي ده عادي ان حد يستعمله ولا لا، او لما انتوا جربتوا لقيتوا في فرق ولا لا. في كمان الغسول ده 19 لحد 22 برضو موجود معاهم، بس الناس بتشتري عادي، معرفش بقى ده صح او غلط، معرفش. في التبات دي الواحد ب10 جنيه، اشكال كتير قوي بصراحة، شكلهم قمر وسعرهم حلو قوي، بس دي بقى للناس اللي بتستخدم الكريم شانتيه متلون وتعمل وردات وتعمل حاجات قمر كده، الناس اللي يعني بتعرف تزين الكيك. وفي كمان الفرشة السيليكون اللي قدامكم دي، معهم حاجات كتير لفت، ومعلقة العسل دي برضو ب10. عجبني عندها الطقم ده، ده حفظ الطعام كده، طقم على بعضه، معرفش تقريبا 6 أو 5 قطع، حلل ستلس من جوه ملونة كده من بره، شكلهم قمر، بيتباعوا ب150 جنيه بس. الديفول اللي فيه حاجات بسيطة كده، يعني خبطات بسيطة كده في الحلل، هو كان معاه منه كام طقم بصراحة، كلهم أحلى من بعض أهو زي ما انتوا شايفين. أدي 4 حلل، لطيف، تمام؟ وسعره حلو جدا، بيبقى معاها بقى حلل تيفال وحلل ستلس، وبيبقى معاها اطقم تحفه يا جماعه، يعني كذا مره مصوره لكم عندها اطقم تيفال تركي حلوه جدا، واطقم جرانيت، وسعرها ارخص من بره بكتير بكتير، كان بيبقى معاها الطقم ب1600 و1500، فبيبقى معاها اسعار حلوه قوي. وطبعا كل حاجه وحسب سعرها، بس هي بتبقى اقل من اي حد بصراحه. فبصراحة أدوات المطبخ عندها يا جماعة تحفة، ويبقى معاها لقط كتير، زي مثلا طقم حفظ الطعام الستلس ده، العمود ده تحفة تحفة ب150 جنيه، انه ستلس نظيف جدا، وكمان الأربعم بس اللي بيستخدمه. انا معرفش يعني الناس هتستعمل العمود ده في ايه، او لسه حد بيودي اكل فين، يمكن حد بياخده شغل مثلا او كده، مش عارفة، بس هو كطقم حلو، ماشي؟ سعره يعني حلو، بيبقى معاهم رفيع برضو كتير قوي، سكاكين وشوك ومعالق وهراسات يعني كميات.
كل قطعة بسعر وانتوا شطارتكوا بقى يعني. تمام كده، تعالوا بقى عشان اي ابص كده على شوية من الرفايع اللي عندها، كمان معاها ترامس كتير قوي، بس المنطقة دي محظورة محدش بيعرف يعدي هناك. هما اصلا ميحبوش حد يعني يعدي هناك، فتمام يعني. طول ما انتوا ماشيين بقى ايه، بصوا على الرفايع دي يمكن تلاقوا حاجة تعجبكوا، حاجة محتاجينها، حاجة تناسبكوا، والاسعار عندها كويسة جدا. ماشي، بعد كده هاخدكوا ونروح على فرشة هرم. فرشة هرم بتاع الهدوم في وشها على طول، بصوا يعني هي هنا وهي والفرشة في وشها على طول يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. هما بيطلعوا كده من الشوال اللي معاهم وبيبيعوا اي حاجة بعشرين جنيه، اللي يطلع في ايده بقى اطفالي حريمي رجالي. الناس ملمومة زي ما انتوا شايفين كده، معرفتش طبعا اصور لكم اي قطعة من القطع اللي هما بيطلعوها، وده بسبب ان هما مش سايبين الطاولة كده للي ينقي براحته، لأ هو بيعمل شو كده ان هو بيطلع الحاجات واللي يحتاجها طبعا بيبقى مثلا الناس شايفاها، اللي بيقول عاوزها بيديها له او بيديها لغيره على حسب يعني. المهم مش هصور لكم بقى هنا، هنبدأ نشوف بقى ايه الفروشات اللي موجودة في السوق. في فروشات كتيرة جدا، عايزة اقول لكم في اخر الجولة دي في طاولة تحفة عليها لبس حاجة تانية بقى، حاجة كده طالعة من المحلات وبخمسة وسبعين جنيه وبخمسين جنيه بس، سعر موحد حريمي 75 او المقاس الكبير حريمي ورجالي 75 والاطفال بخمسين. الشويلة اللي انتوا شايفينها على ايد الشمال دي شويلة ام شمس اللي صورناها قدام المسعود، تمام، عشان تبقوا انتوا عارفين انها بتيجي هنا بعد الظهر او اول ما الناس تبدأ تفتح، هما بيجوا هنا في الجراج. وده الصابون بتاع الفنادق اللي انتوا شايفينها، صابونة الجليسرين دي بتتباع بالوحدة، والصابون الابيض ده بالكيلو ثلاث درجات، يعني المتكسر شوية اللي قدامكم ده بيكون ارخص شوية صغيرين من السليم. ماشي، عندنا كمان فرشة ام يوسف بتاعة ادوات المطبخ وبواقي الفنادق اللي موجودة هنا، معاها حاجات حلوة قوي وبيبقى معاها حاجات لقطة وبيبقى معاها اسعار كويسة، هجيبها لكم برضو واجيب لكم منها شوية اسعار. طبعا فروشات الميك اب والسكين كير والبرفانات دي حاجات جديدة مش مستعملة ومعروفة يعني، في ده وفي ده. في الفرشة دي اول مرة كنت اشوفها في سوق الحد، يمكن كانت بتيجي قبل كده، انا بقالي شهرين ما نزلتش سوق الحد، وانتوا عارفين اي كوشن من دي بعشرة جنيه، بعشرة جنيه بس الواحدة، بعشرة جنيه سعرها تحفة لان خامتها اصلا تحفة، سعرها حلو عشان خامتها اصلا حلو. في حاجات بقى البيج وفيها الخط الذهبي دي سيمبل خالص وجميلة وشيك قوي بصراحة، فنقوا بقى اللي انتوا عاوزينه والالوان اللي انتوا عاوزينها براحتكم، هتلاقوا حاجات كتير، السوق مليان حاجات كتير قوي. انا قلت لكم ان في فرشه حلوه قوي 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 عليها لبس تحفه هيعجبكم. يا رب اكون بس قدرت اصور لكم كام حاجه كده من عليها، لان كان عليها زحمه جامده جدا، بس انا تمام يعني وريتكم شويه حاجات. دي طاوله لبس بتبيع ب 15 جنيه اي حاجه، ماشي، برضو موجوده في السوق. كل الاسعار يا جماعه موجوده في السوق، تمام، كل الاسعار موجوده في السوق. وعايزه اقول لكم ان في كمان بره الجراج بقى في الشوارع اللي جنب الجراج دي بيبيعوا هدوم بجنيه، هدوم بقى بتبقى حريم ورجال واطفالي وبجنيه، والله بجنيه، تمام. في كمان الفرشات اللي انتوا شايفينها دي فرشة ام يوسف اصلا، معاها بقى الاطباق البورسلين والحاجات دي. عايز اقول لكم الصبح بدري عن كده انا خلصت يعني لف في شارع ابو العيلة، ده اسمه ابو العيلة كتير، اللي هو على الناصر ديكس سماك ده خدت وقت فيه، على ما جيت هنا كانت هي ضيعت حاجات كتير يعني، استشارت من حاجات كتير. عجبني قوي قوي ازايز المية دي تحفة، اصلا دول ازايز مية، ماشي، مش ازايز اي حاجة وحشة، دول ازايز مية اهو، بير مية مياه شرب طبيعي، ماشي، فتمام يعني. بكام بقى الاتنين؟ بخمسة وعشرين جنيه، وممكن يمشي الحال واحدة بعشرة يمشي، بس طبعا انتوا عارفين ان الازاز احلى حاجة لشرب المية واحلى حاجة بتتفاعلش مع اي حاجة في اي حاجة في الحياة، فتحفة بصراحة عجبوني جدا جدا يعني. انا لو كان ينفع اخد معايا كنت خدت، بس عيالي بتكسر الازاز للأسف يعني، اي حاجة ازاز عندنا هم مش رحمين الكوبايات، ما بالكم بقى لما ازاز المية كمان تكون ازاز. بس بصراحة عجبوني، الناس اللي عندها محافظة هيعجبوهم قوي، محافظه ان هم يعني بيحافظوا على الحاجات ولادهم مش بتكسر وكده، هيعجبهم جدا. عايزه اقول لكم ان هي بتقول لي انها بايعه منها باسكتين يعني، كان معاها ثلاثة ده اللي باقي منهم، ماشي. معاها كمان رفايع زي مثلا الطفايات دي، الطفايه الواحده بعشرة جنيه، ماشي، ستلس زي ما انتم شايفين اهو، دي حاجات بقى من بتاعه المطاعم اعتقد يعني.
معاها بقى معالق كتير كتير وشوك وسكاكين، وكل باسكت بسعر فيه من اول 2.5 جنيه لاربعة بعشرة ماشي. وفي والله الخمسة بعشرة، تصدقوا في باتنين جنيه بس، الخمسة بعشرة، في لحد المعلقة الواحدة بعشرة جنيه. طبعا ده على حسب ايه، على حسب الستانلس بتاعها وتقلها والحاجات دي طبعا يعني ما شاء الله. بصوا انا جيت للازاز تاني عجبني بصراحة. اه هنا جيت عشان افتحها لكم اوريكم شكلها وهي مفتوحة عاملة ازاي، عسل جميلة ماشي ماشي. طبعا بقى ممكن تستعملوها في اي حاجة تانية مش شرط المية بس، ممكن ازاز لللبن تحطوها فيها في التلاجة. بص طقم السرافيس ده عشان ما انساش ب 500 جنيه 3 قطع، ده طقم بتقولي ناقص الكرتونة بس، يعني ده فرز تاني عشان الكرتونة بتاعته ضايعة وجديد ينفع عرايس. تمام بكام؟ ب 500 جنيه فقلت اوريه لكم. وعلى فكرة ام يوسف جدعة يعني، يعني بتاخد بالها يعني، فاهمين قصدي يعني عادي لو فصلته شوية مفيش مشكلة ماشي ماشي. معاها رفايع كتير بقى مقصط وشوك ومعالق وسكاكين، وفي فروشات يعني مثلا في فرشة على جنب هنا كده بتبيع منها بخمسة جنيه فيها سكاكين ومقصط ومعالق وشوك ومعاها حاجات كتير قوي. قال لي قال على جنب دي فيها حاجات كتير وسعرها خمسة جنيه، وكمان معاها المشتركات دي يا جماعة، المشترك بعشرين جنيه مشتركات كهربا، معاها رفايع كتير بصراحة. ده كمان قالت عليه بعشرة جنيه اللي هو بتاع الدقيق ده بعشرة جنيه تمام، بس طبعا عايز غسلة معتبرة يعني، قلت اوريه لكم ان هو شغال اهو زي ما انتم شايفين بس عايز غسيل ماشي ماشي. بنقابله كتير في السوق وبيبقى فيه منه جديد بس مش شغال، ده بقى يعني شغال بس مش جديد. وده طقم السرافيس تقريبا كان حد واخده لان هو فعلا يعني هو الحاجة الجديدة الوحيدة اللي موجودة على الفرش زي ما انتم شايفين، وتمنه قلت لكم 500 جنيه فقلت اوريه لكم تاني عن قرب بما ان هي قربته الناحية دي. كمان المعالق اللي ورا دول اللي انتوا شايفينهم دول الخمسة بعشرة جنيه، يعني الواحدة باتنين جنيه معالق وشوك. في جوانتيات، الجوانتي بخمسة جنيه زي ما انتوا شايفين موجودين على موجودين يعني في فروشات موجودة في السوق، وفي منهم كميات كبير زي ما انتوا شايفين وبيدف جدا. عايز اقول لكم يعني هو الخامة بتاعته، عارفين الدفايات المهير بتاعت السراير القديمة بتاعت زمان دي اللي قبل ما تطلع القطيفة والحاجات دي، هم دول يعني يعني بيدف بيحرر. في كمان لبس رياضي اهو زي ما انتم شايفين، وكان منتشر بكميات لبس رياضي كتير في السوق وسعره رخيص قوي، هنشوفه سواء في الجوله دي او في الجولات اللي جايه. فرشه الشنط دي اللي متعودين نصورها كل سوق حد دايما بتسالوا عليها بتبقى قاعده فين، معاها الشنطه ب 35 جنيه ومعاها محافظ ومقالم اطفال، وكمان كان معاها ازايز ميه كتيره جدا، بس عايزه اقول لكم ان واحده خدتهم كلهم ب 15 جنيه ماشي. واي شنطه من هنا ب 25 على فكره مش 35، انا قلت السعر غلط، الشنطه ب 25 جنيه ماشي اهو. والحاجات الصغيره اللي ورا كانت ب 15. هوريكم كده كام شنطه، دي حلوه قوي بنوتاتي تنفع دروس جميله جدا وخامتها تحفه اهي زي ما انتم شايفين كده عليها رسومات كرتونيه حلوه قوي ب 25 جنيه، وتعتبر جديده ما فيهاش مشاكل قوي يعني، عايزه بس تتغسل وصوصاتها سليمه وكل حاجه تنفع دروس عادي جدا. في كمان معاها يعني شنط خروج كتير، في من ضمنهم شنطه كده حمرا هوريها لكم برده، انا فاكراها انها كانت هنا على الفرشه دي. زي ما قلت لكم اي شنطه من دول ب 25 جنيه، والصبح طبعا اكيد كان في حاجات اكتر من كده. دي الشنطه اللي بقول لكم عليها جديده جدا ما فيهاش اي حاجه، بعينيها دي شكلها لطيف زي ما قلت لكم اي شنطه ب 25، والشنطه الحمراء دي كانت جديده خالص تمام. تعالوا خدكم بقى اوريكم الحاجات التانية اللي ب 15 جنيه ماشي. دي حاجات كده هي عازلاها، شنط بقى صغيره زي شنطه اللانش بوكس دي ب 15 جنيه، ومحافظ ومقالم برضو زي ما قلت لكم كان في ازايز ميه كتير وحد يعني واقف كانت واخداهم تقريبا كلهم وبنفس السعر ب 15 جنيه ماشي ماشي. بعد كده هاخدكم عشان نكمل جولتنا على فرشه تانية من فروشات سوق الحد، ودي من ضمن الفروشات اللي موجوده وكانت بتبيع اي قطع ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل واحد محتاج حاجه بيقف على الفرشه اللي هو محتاجه، في فروشات كتير قدامكم موجوده في السوق، وطبعا السوق عرض وطلب كل واحد محتاج حاجه زي ما قلت لكم بيقف على الفرشه اللي هو محتاجه. لبس اطفال هتلاقوا في حاجات جديده في النص، يعني ايه جديده في النص؟ يعني هتلاقوا فروشات بتبيع حاجات جديده لبس جديد، بس صراحه ما بيبقى لهاش مكان قوي في سوق الحد في الوكاله.
تمام. فرشات المواد الغذائية كتيرة جدا، وبيبقى في فرق زي ما قلت لكم في السعر. اهم حاجة المنتج يكون صلاحيته سليمة، وبيبقى في فرق في السعر عن بره حوالي 5 أو 10 جنيه. الطاولة دي في اخر السوق، يعني تدخلي من الباب في وشك على طول في الاخر. بيبيع بكام بقى؟ زي ما قلت لكم بيبيع المقاسات الكبيرة ب75، وبيبيع المقاسات الصغيرة اللي هي الاطفالي ب50 جنيه. ماشي. دي بجامة زي ما انتم شايفين كده بالتيكت بتاعها اهي ب75 جنيه. في حاجات طبعا كتير، بس انا زي ما قلت لكم اللي بلاقيه قدامي بصوره، لكن هو اصلا بيطلع من الشوال والناس واقفة برضو بتختار. ماشي. برضو بصوا الفيست ده ب75 جنيه، جديد خالص. الراجل ده عايز اقول لكم طلع من الشوال حاجات جديدة جدا، لبس اطفال حلو قوي قوي وخامات عالية جدا. ماشي. بصوا البيجامة دي برضو ب75 جنيه، تحفة. هي قطيفة تحفة، القطيفة بتاعتها حلوة جدا وب75 جنيه. بصوا كمان دي بلوزة اهي، هو عمال يطلع من الشوال والناس اللي ما بتاخدوش بيرميه على الطاولة اهي. كل ده ب75 جنيه زي ما قلت لكم. حاجته جديدة جدا جدا، يعني الناس اللي كانت واخدة لبس اطفال منه واخدة حاجات جديدة خالص، جديدة خالص. ماشي. جنب فرشة الشنط دي، فرشة الشنط دي بتبيع ب25 جنيه. طبعا هنا قلت اصورها علشان خاطر مش عارفة اقف من الناس اللي واقفة على الطاولة بتاعته، بس بعد كده هلف كده من جنب واخد لكم زاوية تانية خالص، افرجكم على شوية حاجات من اللي هو بيطلعها من الشوال بتاعه. ماشي. زي ما قلت لكم اي شنطة هنا ب25 جنيه. فرشات الشنط كتيرة قوي بصراحة. عايزة اقول لكم في فرشة كانت بتبيع ب15 جنيه اي شنطة، بس هتكون في الجزء اللي جاي، لان انا زي ما قلت لكم انا صورت لكم في السوق كتير قوي، يعني بعوضكم بقى عن الفترة اللي فاتت، بقالنا شهرين بحالهم ما صورناش في سوق الحد، فعملت لكم زي تعويض كده يا جماعة، صورت لكم سوق الحد كله عشان ايه؟ يعني ما حدش بعد كده يقول ان انتي جالي كومنت انتي مطنشانة. والله مش مطنشاكم يا حبايبي، والله انا بعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه على قد ما بقدر. بصوا كده البونص ده حلو جدا، ده بتاع السباحة، تمارين السباحة ب50 جنيه، سعره تحفة برضو، لان انتوا عارفين غالي قد ايه اصلا، يعني معدل 400-500 جنيه. تمام. فلطيف ب50 جنيه. ماشي. هو مطلعه برضو من الشوال زي ما قلت لكم. اي قطعة من اللي قدامنا دول ب50 جنيه، في قطع تحفة الناس واخداها على ايديها، هو مطلعها من الشوال لقطة، يعني هو يعني والله العظيم مش عارفه، كان في حاجات فرو حلوه قوي بنوتاتي قمر وب50 جنيه، تحفه. بصوا الشوال اللي معاه هو بيطلع منه حاجات حلوه قوي. بصي ده جاكيت مثلا بنوتاتي كده حلو قوي اهو ب50 جنيه. طبعا كل اللي واقف اللي محتاج حاجه هو اللي بياخدها، لكن عايزه اقول لكم ان معظم اللبس اللي معاه كان حلو وجديد خالص، جديد جدا. كان معاه كمان بدله اطفال كامله، بدله ولادي بتاع 3 سنين كده ولا حاجه، البنطلون بالجاكيت بالقميص كله بالجيليه كلها على بعضها، تحفه وجديده جدا، جديده مش مستخدمه يا جماعه، دي متطبقه تطبيق محل، تحفه بصراحه. هنا انا كنت بلف عشان اروح الناحيه الثانيه عشان اوريكم شويه حاجات من اللي قدامه الناحيه الثانيه، فبرضو قابلت فرشه الشنط، فقلت اوريكم شنط المدارس اللي عليها انها ب25 جنيه. بس تمام اهو. وهنا انا جيت على الطاولة من الناحية التانية تاني علشان خاطر ما كنتش هناك متحكمة قوي ان انا افرجكم على الحاجات اللي موجودة، هو عازلهم كده في جنبين، جنب حريمي وورا في رجالي، والناحية التانية اللي الناس ملمومة عليها بصراحة هي ناحية الاطفال اللي كان بيباعها ب50 جنيه. اي قطعة من اللي وراها اللي انا وريتها لكم دول كانت ب75، اللي هو المقاسات الكبيرة. برضو البلوفر ده من ضمن الحاجات اللي موجودة معاه، وزي ما قلت لكم تمنه 75 جنيه بالتيكت بتاعه، زي ما انتم شايفين تقيل جدا، اوفر سايز زي ما انتم شايفين، تحفه. ماشي. ماشي. فرشه الشوزات اللي موجوده دي حلوه برضو، والراجل بيبيع كل حاجه بسعر، يعني انت لازم تشاوري له على الكوتشي فيقول لك ده تمنه كذا وده تمنه كذا، مش كله بسعر موحد. تمام. فرشات مواد غذائية موجودة كتير جدا، جبن وبسكوتات وشيبسي مفتوح وحاجات كتير كتير موجودة، وبرضو كل واحد عايز حاجة بيشتريها عادي جدا، كل واحد حر في اللي بيشتريه. انا بس بنبهكم ان اهم حاجة الحاجة تكون صالحة لاستخدام الادمي ومتكونش منتهية الصلاحية، وكمان ما يكونش فيها يعني بقى انها متخزنة وحش او كده. تمام. تمام.
انا هنا تقريبا هكون هفنش الفيديو بتاعي حلوين عشان خاطر الجوله ما تطولش عليكم. دي الشوكولاتات اللي قلت لكم هنشوفها تاني جوه الجراج اللي شفناها في بدايه الجوله عندنا في الحاره، وبعد كده ودي الشوال بتاع ام شمس اللي قلت لكم انها بتيجي تفرش هنا بعد ما بتخلص جولتها هناك الصبح كده عند المسعود، بتيجي هنا على الظهر ومعاها المفروشات اللي بالكيلو زي ما انتم شايفين. الناس اللي عايزه تعرف مكانها لو ما لقيتهاش عند المسعود هتلاقوها جوه الجراج كده. حلوين، يكون خلص الفيديو بتاعنا، بس جولتنا لسه ما خلصتش. استنوني ان شاء الله في باقي الفيديوهات لجولتنا في سوق الحد. ما تنسوش يا امارات لايك للفيديو، لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس للكل. اشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.